وهلا فرح حننتقل لموضوع كتير حلو، حنحكي عن الفوبيا. خلينا نحكي الفوبيا عندك شو هي؟ حشرات اكثر شيء. بس الحشرات؟ ما حاولتي تتعالجي منها؟ فوبيا من الحشرات ومن الناس السلبيين. ايه عندي فوبيا تمام. من الاثنين. هلا حننتقل ونحكي عن كلمة فوبيا أو الرهاب من أشياء متعددة مثل المرتفعات، الحيوانات، والأماكن المغلقة وغيرها كثير. ولكن بالواقع ما هي الفوبيا؟ ومن وين بتتكون عند الشخص؟ هل هي بالفعل يمكن التخلص منها؟ هذا موضوع نقاشنا اليوم مع غالية سعيد، أخصائية في علم النفس. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. صباح الخير وصباح الروى وصباح كل الجمال والسعادة، كل الأشياء الحلوة اللي بتتمنى. شكرا لك غالية، أهلا وسهلا فيكي. واليوم اخترنا موضوع الفوبيا لأنه هي يمكن كلمة كتير منتشرة ونسمع دائما من الأشخاص أنا عندي فوبيا من هذا الموضوع أو من هذا الموضوع. بتختلف بين شخص للتاني، خلينا نعرفها بمفهومها الصح وكيف فينا نفرق بين الفوبيا يمكن وحالة النفور من شيء معين. تمام. أكيد يا سيداتي، بالبداية نحن مثل ما تفضلت قالت فرح، نحن كلياتنا بنقول اذا شفنا شيء ما بيناسبنا يي عندي فوبيا، انا بخاف من هالقصه او هالفكره. اول شيء خلينا نفرق بين مصطلح خوف وبين مصطلح فوبيا، لانه كثير الناس بتعمل خلط بيناتهم. الخوف هو حاله طبيعيه، شعور كثير طبيعي بينتاب اي انسان، بيكون لدقائق معدده ولسبب معروف ولحاله يعني شعوريه، بعرف انا الفكره وانتهى. اما الفوبيا فهي بتكون خوف مجهول لاشياء غير واضحه، لمعالم غير مبينه بالنسبه لإلي، معتقدات او اشياء انا بانيه اساسا يمكن تكون على غش او على اشياء غير واضحه. فهذا الشيء، والفوبيا هي مستمره، ممكن تضل معك سنوات، ممكن تضل معك العمر كله. ولكن الخوف مع التعلم والخبرات ممكن يصير محدود اكثر وبصير انا اقدر اضبطه اكثر، ولكن الفوبيا لا تنضبط اكثر. فهي شعور مضمون داخلي بيعطيكي احساس بالتوتر، بيعطيكي احساس بعدم الراحه، بيعطيكي احساس بخوف مبالغ فيه زياده عن اللزوم، بيمنعك احيانا من التاثير او التاثر بالمجتمع، بيخليك شخص ممكن مثل ما قلتي الكلمه عنده نفور من المجتمع. طبعا. في عنده شوي بيكون عدم مهنيه واحترافيه، لانه كلمه فوبيا هي بتكون عائق عم بيوقف بطريقه، فهي ممكن كثير تعمل مشاكل. وبالاضطرابات او بالمجال النفسي نحن بنضمها تحت مجال الاضطرابات القلق، يعني هي اذا زادت نحن ممكن عجب نعتبره مريض فوبيا. طبعا. او مريض بيحتاج الى علاج وبيحتاج الى كثير خطوات لحتى نساعده. اكيد غاليه، كل حدا فينا عنده فوبيا من قصه معينه. أكيد. خلينا نحكي انت شو عندك فوبيا من شو وكيف قدرتي انت تعالجيها او كيف قدرتي تتخطيها. خلينا نحكي عن هذا الموضوع ونحكي عن انواع الفوبيا كمان. أنا عندي فوبيا من المي، من البحر ومن المسابح الكبيره. تمام. انا بخاف من هذا الموضوع اي كثير، يعني صراحه دائما بقول لك بالنسبه للفوبيات لازم اول شيء تروحي الغبابه اللي كانت موجوده، يعني انه شو السبب. دائما اذا بنرجع لاسباب الفوبيات فبنلاقي عندنا نحن اسباب وراثيه. تمام. ممكن انا وقت كنت طفله، ممكن انا وقت شايفه حدا صار عنده هيك، او سمعتي عن قصه حدا كانت معه القصه فصارت عنده نتيجه وفاه جراء هذا الموضوع، وافكار مشوهه كانت عم تدخل لتفكيرك ومعتقداتك فثبتت هاي الفكره، وما اجى حدا عدل هاي الفكره او ما شفتي سلوك بنافي. طيب هاي انت الفكرة. كيف قدرتي تعدلي الفكره وقدرتي على سلوكي؟ معرفه صراحه. تمام. شوي شوي مع التعرض ومع حالات انه كان في شخص اكيد عم يدعم هذا الموضوع، قدرت انه انا اقرب على المي، وبعدين صرت اتاقلم مع هذا الموضوع. عرفت انه لا، يعني اذا انت كنتي متحكمه اكثر انت اللي بتكون لك السيطره اكثر، اما اذا استسلمتي فهي اللي بتكون مسيطره اكثر وبتحاول انها تغرقك. طيب شو ممكن تنصحي فرح بالفوبيا تبعها؟ كيف ممكن تعالجها؟ بين هامشي صراحه السيدات قالت في دراسه انه نحن كسيدات نحن بجيناتنا بنخاف من الحشرات. تمام. يعني انا ما كثير عمري طبيعي كلياتنا بنخاف، بس بالنسبه للانثى بالذات بجيناتها هي بتخاف من الحشرات، ولكن تتعلم انها يعني تتغلب على هيدي القصه، بتتجاوزها تجاوز. بس اذا وصلت لموضوع انه انا اذا شفت اي حشره يصير عندي مثلا الاعراض اللي هي بتكون مثلا رعشه بالايدين، جفاف بالحلق، مثلا رشفه بالقلب، ممكن اصفرار بالوجه، ارتفاع الادرينالين، لا هون نحن بنقول انه عن جد العلاج السلوكي المعرفي هو اول شيء ممكن نتجه له، الا اذا ما كانت الفوبيات عم تعملنا لا سمح الله يعني انه فروقات كثير كبيره، لدرجه انه ممكن تعمل حاله اغماء، ممكن تعمل حاله توقف عن القلب اذا كان الصادم شيء انا ماني متوقعته وفجاه لقيت انه شيء طلع بوجهي. وهي اكثر الحركات الغلط للاسف العالم بتحاول انه تساعدك فيها فبتصدمك بالشيء اللي انت بتخافي منه، فهون ممكن ناذي الشخص اللي نحن عم نتعامل معه. من هذا الموقف شفنا كثير اشخاص بيحاولوا يمكن يكسروا حالهم
حاجز الخوف او يساعدوا اشخاص ثانيين بيوقعوا بمطب الخطا، يمكن مثل ما قلتي غالية بفاجئوهم بشيء ابدا ما هو متوقع وهن اساسا بخافوا من هذا الشيء اللي فاجئوه فيه. اليوم اذا بدنا نحكي عن العلاج الحقيقي قد ايه هو نفسيه يمكن وقوه الاراده عند الشخص تلعب دور كثير كبير وخطوه اولى بالعلاج. تمام يا سيدتي، اكيد مثل ما تفضلتي هي هي الفكره الخطا والمشاعر اكثر اللي بيستعملوا العالم. مثلا فوبيا القطط، كثير في عندنا ناس بتخافوا من القطط، ولقلك انه هن اول شيء كيف بيتخيلوا، هن بيتخيلوا شكلها ديناصور. عن جد نحن بنشوف قطه كيوت، هن بيشوفوها ديناصور، فما فينا نحن عن جد انه نحن نضحك عليهم او نتمسخر عليهم. في اشخاص للغلط شو بتعمل، انه بتروح بتحط لك مثلا او بتجيب لك قطه او بتسمعك صوتها، او انه بدرجه انه انا يعني انا عم عرضك للموضوع فانت هون. لا، انا هون بكون عم باذيه كثير، لانه ممكن هذا الشخص عن جد تكون مدار الفوبيا عنده كثير كبير، فانا عامله اذيه نفسيه. مثل ما قلت لك ممكن يصير حالات اغماء، ممكن يصير، ممكن في حالات اثبتت انه صار في عنده حالات توقف قلبي، يعني انه رعبه كثيره، ممكن تعمل لهم امراض اخرى، ممكن يطلع معه مرض سكر، وممكن يصير معه نتيجه الرعبه اللي انا عملت له اياها. اكيد العلاج السلوكي او التعرض لها او حالات التامل وتقبل وفكفكت الفكره، خليني اقول لك هذه الطريقه الانصح. يعني انا اذا عندي حدا مثلا بخاف من الاسانسير، من المصعد، في كثير ناس عندها فوبيات من هذا الموضوع، ما فيني افتح له باب الاسانسير لا يلا اطلع بحياتك، لا هذا ما عنده جواب ابدا. انه اشخاص بيكونوا مثلا كبار، رفيقتي مثلا عندها مشكله يعني في الاسانسير، عندهم قناعه انه ممكن هيدي الغرفه اللي عم تتحرك تقلب. تمام. إيه نتيجه بس هيك على هامشان، بناء على ذلك لما عملوا الاسانسير حطوا له المرايه لحتى يخلصوا العالم من الفوبيا، لانه الشخص لما بيشوف المرايه اوريدي بده يوقف يركز حاله يشوف هنداومه بيلتهي، فبهالحاله بيطلعوا الثواني اللي قطعتي فيهم. فهي كانت احد الحلول حتى يخلصوا الناس من فوبيا الاسانسير انه يحطوا له المرايه فيها. فأول فكرة أنا إذا بدي أتحرك عليها هو أنه أول شيء وضح الفكرة. يعني أنا مثلاً أنا قالت فرح أنه عندها فوبيا من الحشرات، أنا بدي أسألها أنت ليه بتخافي؟ ما في أنه بتقلي هيك لا بتحاول أوصل طيب معها ليه؟ طيب هو صاير معها موقفية وصغيرة، هو شايفة حدا وفي شيء قال بأنه إحنا كتير بنتأثر بالأمهات. يعني في دراسة قالت أنه ممكن الفوبيا تكون بالجينات، يعني العائلة مثلاً الأم أكتر شيء إذا كان عندها فوبيا، إذا عندها فوبيا فهي يعني بتورد لك فكرة أنه أنا الماما بتخاف فأنا لازم خاف مثلها. الى ان فكفك لانا الفكره ممكن اذا قعدت انا وياها كذا على كذا جلسه تقلي انه هلا انا ما بطلع بخاف منه بس بشمئز من المنظر. تمام. يعني تمام. وضحنا انه هو حاله انه اشمئزاز اكثر ما انه تكون حاله خوف. هي عندها توضحت المعالم، ما عاد صار اذا شافت حشره تصير عندها هي ردات الفعل المؤلمه جدا. فانا بوضح له اول شيء الفكره شوي شوي بهدوء، وعلاج الفوبيات بده نفس كثير طويل وكثير مراعاه للحاله، لانه ممكن ينقص باي حاله، ممكن ينقص. انت تقولي انه انا تجاوزت معه، ممكن يجي حدا طارئ يعمل لك نكوص فورا. تمام. بعدين بيطلع معه بقى للتعرض شوي شوي الى ان يتاقلم مع الحاله وهو يستوعب انه هو اقوى من كل شيء. طيب الاطفال اللي عندهم فوبيا كيف ممكن الام تتعامل معهم، كيف ممكن تخلصهم من هي المشكله اللي موجوده بحياتهم؟ كثير حبيت السؤال. اذا كانوا الاطفال تحت الخمس سنين ما فيني اتحرك معهم الا لكون انا اعرف شو. فقلت لك فكره انه هو اللي بيقلد الام. اذا انا مثلا فلنفرض انا في امهات بتخاف من فوبيا الابر، يعني طبعا. هو الطفل عم ياخذ ابره اذا مثلا مريض ورحنا عند دكتور هي بتخاف، فهو اوريدي مثلها شو بيصير انه لا بخاف. فانا اذا تحت خمس سنين انا بدي ركز رده انفعالي وردات فعلي لاي موضوع لحتى هو يتعلمها تعلم وبلش اشرح له اياها. اذا كان فوق الخمس سنين فانا بدي اشرح له ليه، انت ليه بتخاف، شو السبب. ممكن استعمل ورقه وقلم، ممكن استعمل افلام كرتون، ممكن استعمل اي قصص، وحاول بعده عن القصص المشوهه اللي الناس للاسف بتصدر له اياها او الناس بتخوفه منها. في كثير ناس مثلا عم بحكي عن الابره، اذا بتعذب رح اعطيك ابره، فهي صارت بالنسبه له فوبيا، او باخذك عند الدكتور او بيطلع لك الشبح او اصطفينا العتمه ومن هالاشياء هي كلياتها هي. فانا اذا بدي احكي مع الطفل بعده عن هالمصطلحات المشوهه اكيد كلياتها والافكار السوداويه اللي ما بتنتسب للواقع او منطق باي شيء، وبلش اتعامل معه بالمنطق بالعقل، ليه بتخاف، شو السبب، هيعطيكي مبررات كثير. او ممكن يجاوبك جواب إيه انت بتخافي ماما، ليه انا عم تساليني حتى ما اخاف. فانا اذا كنت تحت الخمس سنين انا لازم انتبه لردات افعالي، واذا فوق الخمس سنين اكيد ممكن استعين بكثير قصص واشرح له. بس شرحتي له وضحتي له الفكره شوي شوي خطوه خطوه ليتجاوز هذا الموضوع. بس اصدمه اكيد لا، اكيد لا ابدا. غالية كثير من الأشخاص بيقولوا حسب نوع الفوبيا الموجودة عندهم، أنا مثلا حسب الفوبيا الموجودة عندك أنا مو كل يوم عم روح على البحر أو على المسبح، فبيهملوا هاي القصة بشكل كثير كبير وما بياخذوا لها عين الاعتبار مثل ما بنقول. أدي هذا الشيء ممكن يكون صح أنه نحن نتغافل شوي، وأدي ممكن يكون غلط أنه نحن لازم نواجه أي مشكلة بنحس أنه هي موجودة عندنا؟
هلا مثل ما قلتي صحيح، بما انه مثلا مثل ما قلت لك انا انه انا من المي، يعني انا ما كثير بروح مثلا او بتعامل مع هذا الشيء، ممكن احيانا توصلي لمرحله اذا انذكر قدامك هذا الموضوع بتحسي انه صار في هيك حاله انه خوف او هيك انه ايمونا من هذا الموضوع انا ما بحبه. لا اكيد لازم تواجهي، لانه بالنهايه اي نقطه نحن بنعتبرها انه هي مثلا شبكه ضعيفه ضمن جسمك النفسي، فهي بغفله منك ممكن تلاقيها كبرت، ممكن تلاقيها توسعت، ممكن مثلا هلا خلي مثل ما قلتي انه انا بخاف انه ممكن اذا سمعت حدا قالوا انه غرق فانا تصير عندي رده فعل اكثر، او ممكن انا اذا رحت وصلت للمي انه انا رحت عن جد ممكن عرفتي، فانه لا لازم ما تتركي اي فجوه موجوده عندك، لازم تضلي تسالي حالك انه ليه شو السبب. دائما نحن باي مجال اذا خايفين منه بس لقينا اجوبه مقنعه بتخف علامات الخوف وبتخف ردات الافعال الانفعاليه اللي موجوده عندنا، فبصير في عندنا رواء اكثر. اما طوال ما شيء هو مجهول بالنسبه لي ومبهم وهو غير واضح المعالم، فتاكدي انه كل ما له عم بتزيد. ومثل ما قلتي يمكن انا لما اضطر اني اكون بمكان فيه مي لاقي ردة فعلي كثير غريبه، انه انا كنت خاف بس مو هيك، كثير صايره غريبه لانه كانت عم تتسع الشبكه. تمام. فانا لازم اجاوب على كل الاسئله وحلها. طيب امتى برايك الفوبيا ممكن تتحول لمرض، وامتى بده الشخص يتعالج، وهل ممكن بالعلاج يكون في ادويه ولا لا؟ تمام، كمان كثير حلو السؤال. ممكن تتحول لمرض لما بتاثر فعليا على هذا الشخص، يعني لما مثلا خليني اقول لك انه الاشخاص اللي عندهم فوبيا من الرهاب الاجتماعي او الاماكن الكبيره، وفي اشخاص عندهم فوبيات من التحدث امام الاماكن الواسعه او الاشخاص الموجودين، بس نشعر انه هيدي الفوبيا خلتني وقف عن عملي، ما اقدر اتواصل مع الآخرين، ما أقدر أكون إنسان مثل ما أنا عم بطمح أو عم بعمل، عم تعملي أذى جسدي مثلا مثل ما قلت لك، ممكن يصير في حالات إغماء، ممكن يكون اصفرار بالوجه، رعشة بالإيدين، جفاف بالحلق، مشاكل جسدية بتأدي، الرعبات اللي بتطلع عندي أمراض. أنا هون لازم أنجدد وعندي الضوء الأحمر وأرفن أعرف أنه صار عندي كتير مشكلة كبيرة أتوجه فيها فورا للأخصائي النفسي، ما في داعي فورا للطبيب دغري. الأخصائي بيساعدك أنه ببلش معك بمرحلة العلاج السلوكي، السلوكي اثبت فعلا جداره اذا كان على ايادي مختصين قادر يساعدك ويخليك تتخلصي منه. لما نوصل لمرحله طلعنا عن الكنترول ممكن نتوجه بقى للطبيب النفسي، لانه صارت تنزل تحت اشياء اخرى، ما عادت فوبيا، صار نوع من انواع اضطرابات القلق الشديده اللي تحتاج فعلا لتدخل دوائي حتى نقدر نضبط الحاله وما نوصل لاماكن صعب الوصول لها والانضباط فيها. قديه مهم انه نحن نبلش مع الطفل يمكن نصغر خطوه بخطوه لحتى يقدر يتخلص منها قبل نحن ما نطنش الموضوع يكبر ويسبب له اذى نفسي. تمام يا سيدتي. بالمجمل الطفل بيلد عنده مخاوف متكرره الى ان توضحي له انت المعالم. غالبا قالوا في انواع كثير فوبيات بتكون بسيطه تنتهي عند مرحلة البلوغ، يعني من رقبة نحن إذا لقيناها ما عم تعمل له مشاكل نتركها، لأنه بمرحلة البلوغ بتتبدل عنده كل شوي هيك معتقداته وأفكاره فلحاله بيخفيه عن ساحة الشعور. بس إذا شعرنا أنه نحن وصل معنا هذا الطفل لبعد مرحلة البلوغ وضلت عنده هاي الفوبيا، هون فعلا لازم يتدخل فورا حدا مختص إذا نحن كأم وأب غير قادرين على هذا الموضوع، أو إذا أنا كأنت أم قادرة أني أنا أقعد وضح بقى شو الفكرة، ليه بتخاف، ارجع معه، شو السبب، شو القصة. بس إذا كانت بسيطة وعم بتمر بسلاسة أو بفترات كتير بعيدة ضل عم راقب الموضوع وعم شيك عليها كل فترة، هل ردة فعله ضلت مثل ما هي أم زادت؟ بفترة قبل البلوغ إذا لقيتها زادت معناتها أنا هون بحاجة تدخل أخصائي نفسي طفولي فورا بهذا الموضوع. أما إذا لقيتها شوي متوازنة وثابتة ما عم بتزيد، ممكن عم تنحسر أكثر، لا هون بهد شوي وبنطر، لأنه قلت لك على مرحلة البلوغ ممكن تختلف كتير وتختفي هي لحالها عن ساحة الشعور. أكيد غالية، شكرا لك، شكرا لوجودك معنا. شكرا لكم، يسعد صباحكم.